الله عليكي الله عليكي يا ام عبادة على الهدوء والرواق وفنجان القهوة صوت فيروز. منو هذا المزعج عم يتصل؟ الله خميس ام خميس روح انا شفت عيوني يخرب بيتها. شو بدها يا الله شو بدها؟ الو قبل السلام والكلام لك انا هيك بتعملي فيني يا ناقصه؟ بحس بكل نسوان حاره واليوم بتعزميني. لك انا شو عملت لي؟ صار لك خبر؟ اذا قلت لك اني نسيتك بتصدقي؟ يا رب تسامحني على الكذبه هي. شو علي رح مرق لك اياها مع انه ماني مصدقتك، بس بتعرفي لو ما بحبك ما كنت عاتبتك. يا لقامتك شنك حربايه وسلاله. الو الو كني كتمتي المكالمه يا ام خميس؟ الو ايوه شو كتمتي المكالمه؟ عم بقول لك اني مشتاقت لك كوميات كوميات. ايه وانا بالاكثر تقبريني. يخرب بيتك شو كذابه منافقه، قال بتحبني حبك برصب حيه بسبع روس. ولكني انت كتمتي المكالمه؟ الشبكه ضعيفه، يا الله عندي شو الشبكه ضعيفه. شو عم اقول؟ انا اتفقت مع ام لطفي وام فخري وام جمعه بدنا نجي نطب على قلبك، نعمل لك زياره حياتي. شو؟ ليش؟ ايش في؟ نعم شو قلتي؟ قصدي بتنوروا ميت السلامة ميت السلامة بتنوروا. تمام معناها سلام، اليوم جايينك جهزي حالك. الله يوفقك، ناس عافية هاي البيت مكركب، لا جابوا هدول، الله يوفقك. الله لا يقيمك، لكن أنا ما تعزميني يوم 44. لك شو هاد؟ عاملين البيت سريبي الله يوفقك. شو هاد؟ حتى جاي يطبق كمان، ولك انا عايشة مع بهايم بالبيت حيوانات مترقلة، وينك منك انا يا حقير؟ ولك انا امي عم بصيح، عم بحكي مع حالي انا، لهيك ما راح يمشي الحال. اوني! رح اشفي؟ قامة الحرب؟ رح اشفي؟ الصاير؟ اشفي امي؟ مين مات؟ رح اشفي؟ ايش هالواوي هي كلها؟ ماتت امك؟ ابو عبادة لا تعمل مهضوم، مشان ما اسمي ولك بهالبغوج. انا اسف ولك شو هاي؟ ايش هالزريبه اللي عايشين فيها نحن؟ شايل معك حق يا ستي، يلا شفت يا ولاد كل واحد يعتذر من امه بسرعه يلا. نعم يعتذروا؟ هذا اللي الله قدرك عليه؟ ايش بدك يعني اعمل يعني اضربه يعني اطارب شلون يعني؟ اسمعني يا شوف انت وياها وياها اليوم جاييني ضيوف، بدي الاقي البيت عبيد وضوي مو كلياتكم معطلين، اليوم رعدت حمل التنظيف يلا لنشوف. نعم لا انا ماني عامل شي منوب، ماني محكي شي منوب اه فهماني؟ ايوه لا انا ما دخلني وانا رح احكي معي منوب، انا ما صدقت على الطلب والله وعاملين لي تحالف يعني. وهيك بقى امي اليوم عطي عيفينا العصر نرتاح على القليله. سدي بوزيك وليك امك قالت هلا يعني هلا. لا يا بدك تضرب علينا عن تريات؟ انت معنا بالتنظيف على فكره شو ما تنسى. اه يا حقيره تعي لهون ولك يا الله يا الله ايش قلة هالادب هاي؟ يخرب بيتكم من حالكم تكرم عيونكم عم بدك هي خلصت لك يا هون خليه يبين معك. والله خلصت التمثيل؟ عجبتني لقطها مبدع بالتمثيل، يلا انت كمان معنا بالتنظيف يلا. شو؟ شو بتحكي انت يا حرمة؟ طقوا في وزاد عليك شي؟ انا رجال البيت بدك ياني اساعد بالتنظيف؟ انت عايش بالبيت ولا مالك عايش؟ هاي الكركبة مين عملها؟ مو انت؟ هذا اصنامكم انت وولادك يا وخمين، دير بالك، انا ما رضيت احكي شيء قدام ولادك، بدك تنظفوا بالصرماي كمان. يا ستي اذا شغلتك كبير راس، مالي منظف، يلا لشوف مين راسه اكبر. وهي عاد لشوفها، مالي منظف يلا. ابو عبادة، خلي نهارك يومه على خير وقوم نظف ها. انطبي يا حرمة، انطبي ومرق يومك على خير، بلا ما اقوم انترك طلاق واروح اتجوز لها تحسين، عبالك مالي منظف، اذا بتشوفيني عم بنظف، صيحي لي سوسو. So come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Feel buzz like I had last week. I must stay deep, buzz pocket cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really thank you, my lord. To me, learning is just like a sport. شكيتك لواحد أحد. أنا شغلتي أجلي منك لله يا مفترية منك لله. نعم. إيش أبو تقول يا عبادة؟ ما
مالشي 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 عم بدعي لك عم بدعي لك بقول من واجب الزوج انه يساعد زوجته. كيف لك ايه؟ ايوه امبالي. وانت لو احمد جودي مسح السوا مسح السوا شايفتك ليك. عم بمسح مين؟ عم بمسح ما بمسح ايش؟ عم بمسح انت الواحد ده مسح كتير. حتى انت عم تهرتم وبتحكي يا حشره. ولك ما قلت شي ما قلت شي ولا ما قلت شي بسرعه ولا تحكي كتير. اطلع اشوف هذاك الحشره الثانيه ايش عم يعمل. وينك عبادة؟ عبادة؟ يا عبادة؟ عبادة وينك؟ ما في شيء امي خلصت عم بمسح امري. طلعي ايش رايك كويسه؟ خلص بسرعه في عنا شغل لفورا اصلا بدنا نلحق. يلا لوقت ما انزل اشوف هديك الحشره الثانيه ايش عم تعمل بسرعه. وبعدين ايش مسك الغزيني؟ اتركي بقى ايش بقى الغزيني؟ ما فيها شيء ما فيها شيء بس روحي انت روحي ما تاكلي عشان تنضف هسه. روحي انت ايش روحي؟ روحي انت روحي ايوه بسرعه بسرعه بستناك. يلا راحت الدوج وينك؟ هاي حقيرة والله. وش قررت تعمل لون؟ لا تقولي لي ما ردت عليها. ما بصدق لانه انا. هاي يا بنت الصرامي واقفة عم بتطق حنك ولك يا حشرة ولك بعمي عم بحكي انا. شو عملت؟ عم بتبطر بوبيج؟ ايش في امي؟ وعم تسأليني ايش في؟ لسه عم تسأليني ايش في؟ بدك تفرجيني انت؟ بدك تفرجيني؟ وروحي خلصنا بقى خلصنا بقى. على فكرة ضربك بالبابوج هاد ضد حقوق الإنسان وضد اليونسكو واليونسيف وكل المنظمات اللي بتحمي الأولاد. خلصتي؟ الفردة الثانية هي بجري. آيمي آيمي عم ضرب على قلبي ولك الله يعرف عيشتي لارتاح. بسرعة بسرعة يخرب بيتكم من حالكم. ايش هالعيلة هي؟ بدكم مراقب فوق راسكم لحتى تشتغلوا. خلصنا جري واخيرا خلصنا منك لله يا مفتريه. الحمد لله خلص الجري. انا خالص صار. شو صار معك ابو عبدان؟ خلصت؟ يخرب بيتك كل شوي بتوطي من شوفي انت مثل الاشباح. منين عم تطلعي؟ انا خلصت خالص. وانا كمان خلصت الصالون مع اللي عامل شيء منو. وانا كمان خالص امي خالص كل شيء خلصت. وانا خلصت كمان امي وانا خالص ما شاء الله بهالسهوله وبهالسرعه الكل خلص. الله ما نحن لسه ما بلشنا. مين مشغل الاغاني؟ هدول الجيران اللي ما بيننا. يخرب بيت قلة الزوم. ما تري شلون برادي ركزي طلعين. العوض بسلامتك. هذا صار مصاب بدي عامل جديد يشتغل معي. ما خاش كمل لحالي لانه دبريد يوقف. اي متكره خليه متسطح. انا بعرف كيف خليه يقوم. انا طالع بالسداجه لفوق حطها على الراس. انتو كملوا حالكم. اهدي امي اهدي. اوه يا حشره طلعش منفاص منا يخرب بيته من حاله. خلاص روحي انا بكمل لحالي. روحي امري لله. يخرب بيته ايش هالعيلة هي. يخرب بيته من حاله. وين عبادة هالظهر كلها طالع طالع سداجة لفوق. لو عطلع على المريخ هالجا. عبادة عبادة عبادة. اه يا حقير. انا برايي ننزل روح على الكافيتيريا اليوم. ايش رايك انت؟ وانا عم بوصل ساعه واقف ولا ايش ما عم بنزل. اتاري القعده هون حلوه من دوني لك على رايك. كان خبرني كنا وقفنا سوا. بسيطه بسيطه. ايش في بابا؟ بابا بابا انت عارف في يا بابا يا حشره واقف لحالك ما تقول لي. على رايك خبرني خلينا نتفرج. السعر ليك شو لشو؟ السعر لشو؟ أتاري في جيران أحلى من المتحسين اليوم المبيت هون. حاكينا وخد أواعينا. لك بابا أنا برأيي إذا إجت أمي وشايفتنا رح تخرب الدنيا. خلصت السداج اللي تحت أنت أول شي بعدين طلعت فوق. رفشيني من السداج وطلعي على العسل اللي هنيك ولي على طول يا مان. أبو عبادة يا أبو عبادة الصار معكم؟ هن سداجتين بدهم يعني شيلة بدهم كل هاد. ما في حدا. وين هدول؟ لك وينهم؟ امي امي عشان ما يصير فسفسين عبادة وابوي عطبوا جارتنا الجديدة اللي جنبنا. انا قلت لك شو؟ ابو عبادة ما بدك تدوب يخرب بيتك.
قولي وادوب انا بلاهي بي. عبادة نفذ الدرجة دي بسرعة 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 بسرعة. ايه بتعملون؟ يا عبادة جالك انت لهون عم نفذ السداج مشان هيك تأخرنا ملانين زغبوط. والله سحر مخطي لانه شايفني عباشر قال انه انا الحمدني تحت بسرعة فهمت؟ بسرعة لتحت. أه لحينك لحينك انت نزيل عبادة نزيل عبادة الحق امك حق نزيل يلا نزيل يلا يلا نزل يلا يلا نزل. راحت راحت راحت. دخيل الله الجمال. انت بتاكل بتشربي مثلنا؟ لا بتاكل عسل بس. وانا عم بقول لحالي لحظه صوت مين هذا؟ صوت عزرائيل. عزرائيل عزرائيل ايش بده مني؟ بده ياخذ روحك. تعال يا رب دخيل. اتصل على هالحربايه اشوف ليش طلعوا تاخروا. خرب بيت من حوالي. الو مين؟ مين راح يكون يعني؟ قصدي حياتي وينكم والله تاخرتوا؟ لا بطلنا نجي. الا بعنا كيف يعني؟ الو 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 سكرت الحقيره. ويا طول عم بنظف والله ما بده يجوا حيواني. الله معك يا ام عبادة يا حوينتها راحت بعز شبابها. الو ايه ام تحسين جاي اخذك ونروح نشرب قهوه بالكافيتيريا جاهزين يا حالي.